السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مواقع فكرتها زي فكرة الميد جورني، بتديله تكست ويحولها لصور، لكن للأمانة مفيش موقع فيهم بنفس قوة الميد جورني. في بيقرب بس هنشوف مع بعض. طيب دلوقتي مثلا هقول لهم أنا عايز قطة فوق قمر، فلاقيه كمان لي صور بالشكل دوت، وقدر تحطها مثلا على الشيرت أو كده. طيب في موقع برضه اسمه بلاي جراوند، ده هنا بنعمل ايه؟ بنكتب الكلمة برضو، وبعد كده ممكن تفلتر يعني تشيل بعض الكلمات، وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز ستايل مختلف. ساعة لما تختار الستايل المخرج اللي بيخرج بيبقى مختلف تماما، يعني ده ستايلات مختلفة تمام بنفس البرنامج. وهنا الموديل بتبدأ بقى تختار عايز بالديل اي 2 ولا ستيبل ديفيجن. تمام جاب لك اهو الصورة اهيت. طيب تعالى بقى نشوف موقع تاني اسمه نايت كيف، هقول له كرييت. كل واحدة من دول بقى بتلاقيه مختلفة تماما، وحتى الطلبات بتختلف او الاسئلة اللي هو بيسألها بتبقى مختلفة. تمام هقول له كرييت، فيبدأ يعمل لك الصورة بالشكل ده. دي صورة عملناها قبل كده، دي صورة برضه هتعمل دلوقتي، فيطلع لي الصورة بالشكل ده. طيب تعال نشوف موقع تاني، هقول له كاتون سامون، ويبدأ هو يجيب لي كل الصور دي طلعت. ده محرك بحث في الناس اللي عملوا قبل كده، عشان كده مخدش وقت وجاب لي كمية كبيرة. طيب هنا هقول له create anything، في اوبشن هنا موجودة تبدأ ان انت تشوفهم. طيب ممكن نقول له اوكي، وممكن ترفع صورة وهو يبدأ يعدلك على الصورة ديت، يعني ممكن ترفع صورتك وتقول له وريها لي صورتي على باتمان وهكذا. يعني هعمل الصورة ديت تقدر تعمل انهانس وتعدل فيها زي ما انت عايز. طيب تعالى نشوف برضو فكرة اخرى، هيبدأ يجيب لك صور موجودة هي. ده هنا في ناس بتبيع وتشتري في الصور اللي معمولة بالميد جورني، بتبيع الاختصار بتاع الصورة او البروم بتاع الصورة. طيب ده موقع جميل جدا، بس لازم يبقى عندك حساب، فاعمل لوج ان دلوقتي. ده تخيل انت بقى الشخصية اللي انت عايزها، هتقول له كرييت، وهنكتب الكلمة اللي احنا عايزينها ونقول له رندر، فبدأ يعمل الرندرة. تقريبا القطة مستخبية مننا. طيب هنا ده بيشتغل على الموبايلات تمام، فممكن تسطبه من جوجل بلاي او من اب ستور، او ممكن تقول له اعمل لي بقى الحاجة اللي احنا عايزينها. بتكتب الكلمة اللي انت عايزها تمام، وتختار بقى الستايل اللي انت عايزه بالشكل دوت، تختار الستايل بالشكل دوت وتقول له كرييت. هو ممكن يعمل لك اربع صور لو بفلوس، صورة واحدة لو ببلاش، فتلاقي الصورة بالشكل دوت. هنا برضو هنقول له احنا عايزين مثلا الشكل دوت. هنا هو اداله شكل مثلا ايلون ماسك وحط عليه شكل القطة تمام. تبدأ انت بقى تختار صورة تانية وتحط، يعني ممكن تختار صورة قطة هو يحطها لك في الفراغ زي ما انت عايز. هتيجي هنا تدي له الجملة اللي انت عايزها، في حاجات اوبشنات كتيرة، المقاس، الستيب، السيد، كل الكلام ده جميل. هقول له جنريت. في مشكلة. طيب تعالى نروح للديل اي، هتكتب اي جملة انت عايزها وتقول له جنريت. ده صراحة افضل موقع شفته بعد الميد جورني والفيجن، حتى عملت فيه شغل كتير، اغلبها كانت حاجات مبانية او حاجات فرعونية. في شغل مثلا كنت عامله فمباني وواجهات اديتها له وقلت له غيرها لي، تقدر ترفع صورة وتقول له غير لي في الصورة ديت، غير خلفية. فده من المواقع الجميلة ان شاء الله. هسيب لكم المواقع كلها اسفل الفيديو.